تصدرت أزمة الدين العمومي في تونس واستدامته قائمة المخاطر على المديين القريب والمتوسط التي حذر منها المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له خصص لأخطر التهديدات على مختلف الدول. هناك حاجة للاقتراض 25 مليار دينار إضافي، منه 15 مليار من الخارج، والسؤال من أين، خاصة وأن تونس لم تتوصل إلى حد الآن إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وفيه اقتراض من الداخل ب 10 مليار دينار تقريبا، بينما الكل يتفق أن قدرة الجهاز البنكي والمالي الداخلي لا تفوق 2 إلى 3 مليار دينار في السنة. عندنا مشكلة مع استدامة الدين باعتبار وأنه الارقام كلها في الاحمر، والمستوى بتاع التدين بتاع تونس طلع برشا بالنسبه للناتج الداخلي الخام، حتى على التونسي وحده كل تونسي عنده 10 ملايين مسال فيهم من نهار اللي تولد، وهذا يحذروا منه كل الاوساط العالميه، ونعرفوا اللي صعيب ياسر اليوم انه تونس تخرج الاسواق العالميه. وترفع حاجيات الاقتراض للسنه الحاليه ترفع قائمه ديون تونس الى نحو 146 مليار دينار، في وقت تواجه فيه ميزانيه 23,000 صعودا في نفقات خدمه الدين الخارجي، اي التزامات تسديد الديون وفوائضها للسنه الحاليه. تقريب 21 مليار دينار ومجموع الميزانيه 70 مليار دينار. يعني خدمة الدين بعد ما كنا 25% سنة 2022 مش نتعداو 30% من مجموع الميزانية، وبالتالي يلزمنا نخفوا في النسبة هذه، نخفوا فيها باللجوء أقل ما يمكن للتدين، وخاصة التدين الداخلي. ما ننساوش أن الدولة لم تكن قادرة على تسديد كل مستحقات الدين الداخلي لسنة 22، والكل تم تأجيلها وإعادة جدولتها، وفي بعض الأحيان إعادة جدولتها لسنة 2033، فيعني نحن نلهث وراء قروض لن نتحصل عليها. اللجوء للتدين خلال السنوات الماضية دون ضخ ما يكفي لتطوير الاقتصاد وإصلاحه عامل أضعف هامش التحرك أمام الحكومة لتعبئة الموارد الخارجية وضبط التوازنات المالية. تقرير اللي أعدته وزارة المالية فيما يتعلق بميزانية 2023 نلقاو معناها التفصيل نتاع الديون منين باش ناخذوهم، نلقاو دعم الميزانية من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي وصندوق النقد العربي، ونلقاو ديفير يعني أخرى تمثل 36%. ماذا بينا لو كان عندنا عليهم توضيحات منين باش يجيبوهم 36% هذوما. ويتفق أغلب المحللين على أن المشكل الحقيقي للدين العمومي التونسي يكمن في عدم توجيهه منذ سنوات لدفع الاستثمار وحفز التصدير لحساب النفقات العمومية. في 2010 الدولة كانت تكلفنا كمجموعة كاقتصاد 28% من حجم الثروات باش تغطي كل نفقاتها بما فيه نفقات الاستثمار. الآن الدولة التونسية تكلفنا 43% من حجم الاقتصاد، أصبحت الدولة مبذرة بشكل كبير. شوفوا حجم الميزانية كشولة 70 مليار دينار، وفيه تقريبا ما بين 2-3% فقط اللي فعلا مخصص للاستثمار العمومي. وفي انتظار التركيز على الاستثمار لخلق الثروة والعمل على استقرار الطلب والاستهلاك إلى جانب تطوير منظومات الانتاج والتصدير، لا يبقى أمام الحكومة إلا التركيز على فتح أبواب التمويل الخارجي. الدبلوماسية الاقتصادية تقتضي تعزيز العلاقة الاقتصادية مع زوج جيراننا في الجزائر وفي ليبيا، باش ناخذوا عديد والتسهيلات فيما يتعلق بالتصدير، فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالتشغيل، اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذيك هي لافوات سورتي لو سالو نتاع تونس اليوم، في ابرام اتفاق في اقرب وقت ممكن مع صندوق النقد الدولي. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تعتبره الحكومه ايضا حالا وحيدا في مواجهه سنه صعبه، وصفها بعض المحللين بسنه الانزلاقات الخطيره للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.